باتستوتا دسك وقال ألماني وعامل لي مهرجان. في طبقية في الراب؟ بصي الوقت اللي هو قال فيه كده طبعا برضو باتستوتا علاقتي بيه كويسه دلوقتي. بس في الزمن اللي هو قال فيه كده كان في موف بتحصل جوه الراب والمهرجان، انه في زي جوازه بتحصل ما بين المجالين دول، وخلقوا حاجه اسمها او سميناها تراب شعبي وقتها، يعني اللي هو زي ميكس. فباتستوتا من الناس اللي كان وقتها مش عايز اللي هو الحته البيور بتاعت الراب يدخلها المهرجان، فهو زي عارفه بيشتم ان انت واحد رابر عملت اغنيه، انا عملت اغنيه مع مغني مهرجانات صاحبي واخويا علاء 50، فهو بيشتم الاغنيه دي انه انت ليه بتعمل كده، المهرجانات دي حاجه واحنا حاجه. زي انت قلتي الراب فيه طبقيه، لو انت ليه رابر وعملت مهرجان، هو اعتقد ان فعلا الراب بيخاطب طبقه وممكن المهرجان بيخاطب طبقه. فكل اللي حصل ان يعني طب ما في حاجه في النص هنا اتعمل لها نوع معين. ده كان الميكس ما بين اللي هو التراب وقتها والمهرجان. طلع حضنك من ظهرك في العالمين وصالحك. واتصالحته وانت وباتستوتا فاجئتوا عفرتوا على المسرح في العالمين. بالظبط، كان قبل الحفله دي لسه في مشكله بيني وبين باتستوتا. اتقابلنا في الباك ستيج، كان في شويه تنشنه، قعدنا مش عارف ايه، اتكلمنا قعدنا نص ساعه مثلا، فكان عفرتوا لسه على المسرح. فقمنا بعد ما الموضوع صفي قلت له بقول لك ايه تعال، او يعني قلنا تعال نطلع له وبتاع، فطلعنا فاجئناه. هو الرياكشن بتاع عفروتو على المسرح وقتها هو فعلا مصدوم. يعني هو فعلا مصدوم ان اتنين صحابه متخانقين فجاه هما الاثنين معاه، فهو الرياكشن بتاعه اللي في الفيديو ده هو رياكشن حقيقي 100%. فاهم قصدي؟ زعلت من حده الكلام اللي كان في تراك باتستوتا؟ لا. باتستوتا دسني كذا مره يعني، فاهم قصدي؟ وده جزء من الراب يعني. انا لو قلت لك دلوقتي هبقى كاني مثلا فايتر يو اف سي او ملاكم وبقول لك انا اتضايقت قوي ان الواد ضربني في وشي اخر ماتش يعني. لا ازاي، ما انت ده جزء من اللي انت بتعمله. امتى ممكن الدس يتحول لخناقه واقعيه، لخناقه حقيقيه؟ بتحصل؟ طبعا، لان في الاول وفي الاخر في ناس بتفتكر ان ساعات ده مطبوخ، او ان احنا متفقين ان احنا متفقين ان احنا هنتخانق، لانه بيعمل ترافيك فظيعه. بالظبط. بس في الواقع لو جيت فكرت فيها اكيد انا مش هرضى ان انا افضل اتشتم واسمي يتبهدل بس لاجل ان انا اخد شويه فيوز. عشان كده الناس اللي بيتفقوا وبيتخانقوا وهم متفقين هتلاقيهم حنينين قوي في ضربهم لبعض، بيقول له كلمه يا يعني مش مجرحة، فاهم قصدي؟ انا بقول ساعات ان هو الراب شبه رياضة قتالية شوية، فاهمة؟ فاللي هو لو انا هضطر اروح لغاية هنا عشان اثبت لك ان انا بجد انا الاجمد منك مثلا، مش انا اللي هقول لا يا عم خلاص بقى بلاش مشاكل، مش هينفع انا ساعتها اقول كده.